واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. حياة من؟ حياتك أنت، لما جاء في حديث الزبير عند البزار: واجعل حياتي زيادة في كل خير، زيادة في كل خير. خير الدين، أما الدنيا فإنها تأتي تبعا، ولذلك الانهماك في الدنيا ذم من قبل الشرع ومن قبل السلف. أبو الدرداء رضي الله عنه كما في الحلية لأبي نعيم: مر على قوم يبنون، من بنى لحاجته لا يُذم، إنما الذي يُذم التفاخر والتعاظم وما لا حاجة فيه، وإلا فالشرع أمرنا بعمارة الأرض. مر بقوم يبنون فقال رضي الله عنه: إنكم تجددون الدنيا والله يريد خرابها والله غالب على ما أراد، يعني مهما جددتم هذه الدنيا فإنها إلى زوال. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، زيادة في كل خير. قول بعض الناس لصاحبه: تعال بنا أو خلنا نفلها قبل ما نموت، تعال بنا نفلها قبل ما نموت. النفل الغنيمة، يعني نقتنم، أو النفل بمعنى الزيادة. قال هنا في هذا الحديث: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. أما قول بعض الناس لصاحبه: تعال بنا نفلها قبل ما نموت، على نطقهم هذا الذي ينطقون به، ونطقتها محاكاة لأنها تنطق: تعال بنا نفلها قبل أن نموت. فهذا القول إن كان المقصود منه أن يفلها مع صاحبه، والأقرب أنها تكون من باب الغنيمة الاغتنام، يعني نغتنم نغتنم قبل ما نموت، إن كان المقصود فيما حرم الله فإنها كلمة لا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يضيع هذه الدنيا فيما حرم الله جل وعلا. وإن كان فيما هو مباح، وإن كان فيما هو مباح فالشرع لا يمنعك من المباح، لكن شريطة أن تكون قائماً بحقوق الله جل وعلا. ولذلك هذه الكلمة شر إن لم تؤخذ بالمعنى الصحيح. المعنى الصحيح أن الإنسان يفعل ما أباحه الله جل وعلا في هذه الدنيا من متاعها وهو قائم بشرع الله عز وجل، وما عدا ذلك فهي شر. ولذلك يحيى ابن أبي كثير كما عند أبي نعيم في الحلية قال: خير الأصحاب الذي يقول لصاحبه: تعال بنا نصوم قبل أن نموت، نصوم قبل أن نموت، ما نفلها قبل ما نموت وحدود الله قد ضيعت أو تفل فيما حرم الله. فيقول خير الأصحاب الذي يقول لصاحبه: تعال بنا نصوم قبل أن نموت، وشر الأصحاب الذي يقول لصاحبه: تعال بنا نأكل ونشرب قبل أن نموت. هو أخذها من أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء كما عند أبي نعيم في الحلية قال: خيركم الذي يقول لصاحبه: اذهب بنا نصوم قبل أن نموت، وإن شركم الذي يقول لصاحبه: تعال بنا نأكل ونشرب ونلهو، زاد ونلهو ونلهو
قبل أن نموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي كما ثبت عنه قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وعند أبي نعيم في الحلية، عند أبي نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن بسر كما ثبت: أتى أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما يسأل سؤالاً والآخر يسأل السؤال الآخر، قال أحدهما: أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ الآخر ماذا قال؟ أي العمل يا رسول الله خير؟ الأول سأل عن خير الناس والآخر سأل عن خير العمل. فلما قال الرجل: أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. ولما سأل الآخر فقال: يا رسول الله، أي العمل خير؟ قال: أن تفارق الدنيا، أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير.